عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس كل، شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا بوزة تونسية، باش نحضروها بطريقة سهلة وتجيب لنا برشا. باش نحضرها بالدرع والججلين، حبيت نحضرها هكا بطريقة تكون اقتصادية شوية وتجيب لينا بينا على الاخر. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش تشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. وبالنسبة لأول مرة يزور القناة، ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، مش أي حاجة نهبطها بصيركم نوتيفيكاسيون. تو مطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة تحضير المقادير. بالنسبة هنا طريقة التحضير، أول حاجة نشوفوا بعضنا المكونات باش نسحقوهم. عندي هنا خديت 200 غرام ذرة، وعندي هنا 130 غرام سكر، وعندي هنا 100 غرام جلجلين مرحي، عندي شوية عطر شيا، وعندي هنا إترا حليب. بالنسبة هنا لطريقة التحضير، أول حاجة باش كامل نحط جلجلين تاعنا، استعملت هنا 100 غرام. وبالنسبة للجلجلين حمرته في الفور، ومن بعد كملت رحيته وحطيت قر زيت نتاعو. تنجمو معناتها زيت كيف كيف تروحوه جوست بودر، مش مشكل. معناها باش كامل نضيف هنا شوية حليب، وباش نكمل نحل الجلجلين تاعنا حلو هكا في الحليب. بالنسبة للحليب استعملت حليب عادي ماهوش دافي، وتنجمو هنا تعوضوا الحليب معناتها ب 500 ملل ماء و 500 ملل حليب كيف ما تحبوا، اما هي بالحليب جي ابان. بعد ما كملت حليت جلجلين بالباهي، باش كامل تو نضيف 200 غرام ذرة. تنجمو هنا تحضروا كونتيتي اقل، جست معناتها تقسموا المكونات، تقسموهم على اثنين وتحضروا جست 500 ملل حليب. هنا كملت اضفت السكر، بالنسبه للسكر هنا استعملت 130 غرام، معناتها هكا تبدو معتدله ماهيش حلوه برشا وما تجيش معناتها ناقصه. انتم كي تحبوا معناتها حلاوة معناتها أقل ولا أكثر، تنجمو تزيدو ولا تنقصو في السكر، تحكمو فيه كيما تحبو. هاني كملت أضفت إترا كاملة حليب، وباش كامل خلط المكونات كل مع بعضها، باش كامل نحلهم هكا بالركاضة. استعملت هنا ركاضة يدوية عادية، ما تستحقش معناتها باتور ولا حكاية، جوست خلطوها هكا وشوية وسع بيل باش نحو هكا الكعاب نتاع الدرع. بعد ما كملت خلط المكونات كل مع بعضها، باش كامل هنا صفيهم. خديت هكا صفية جويدة كيف ما نحضروا معناتها العصيدة. بعد ما نكملوا خلطوا المكونات كل مع بعضها، نكملوا هكا نصفوها. بعد ما كملت صفيت البوزة نتاعنا، كملت حطيتها على الغاز باش كامل نطيبها. هنا الطريقة سهلة، نبقوا نحركوا حطيت تطيب كيما كريمة ولا عصيدة بنفس الطريقة. هنا كيما تلاحظوا الخليط معناتها ولا كونسونتري. اخر حاجه باش كامل نضيف شويه ماء عطر شيا، يعطي نكهه بنه على الاخر في البوزه نتاعنا. والا تنجموا تضيفوا ماء زهر كيف ما تحبوا نتوما والكل تحبوها. نكمل هكا كالعاده نخلط حطيت تيب البوزه نتاعنا. وقت تلاحظوا معناتها انها صفا ولا تبقبق معناتها كيما الكريمه ولا العصيده، وقتها نطفوا على الغاز، نعرفوا ان البوزه نتاعنا حضرت. وهنا كملت حطيت البوزه نتاعنا هكا في حاجه هكا باش نجم نصبها بسهوله في الكوبيت بتاعنا باش ما يتمسخوش الكوبيت، ومن طونجونا مسوين قد قد. ما نحكيكمش على البنه، بالحق تجيبنا على الاخر وريحه ما شاء الله، بالاخص كي كملنا حطينا العطر شيه في الاخر مع ريحه الدرع والججلين، بالحق بنه بنه لا تقاوم. وهني البوزه تاعنا حضرت، شوفوا ما شاء الله نودكم ما شاهيكم. كملت هني زينتها للسهريه، بالنسبه للتزيين زينتها تزيين بسيط على الاخر، جست زينتها هكا بشويه شاميه وزينت بشويه لوز. الشاميه تمشي برشا مع الدرع، بالحق نودكم ما شاهيكم تجيب لينا بينا على الاخر. وهني بالنسبه للقوام متاعها، ما تكونش كونسونتري برشا وما تكونش خفيفه، تكون اخف شويه من العصيده. ان شاء الله يا ربي تكون رسالة التعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقه، جربوها بنفس الطريقه وتفكروني تجيكم بينا على الاخر. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. وسلامه، في بصمه جديده ان شاء الله.